لم يتبقى الكثير. بعد 3 شهور هيبدأ الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي من أثيوبيا. المرة دي الملء هيصل 13.5 مليار متر مكعب، دي 3 أضعاف كمية الموية في المرحلة الأولى في يوليو 2020. خلينا المنظر يا جماعة، سد الرصيرس لأول مرة فوق الرصد. ناس كتير ما قدروا يوصلوا المنطقة دي، لكن احنا قدرنا نوصل لها ونصورها ونوريكم مقومات سد الرصيرس. من هنا نقدر نتحكم بكل المويه الداخلة للسودان والجاية من أثيوبيا. بعد سد النهضة هيكون في تحول كبير بالنسبة لسد الرصيرس، هيكون في عبء ضخم جدا إذا ما كانت في معلومات كاملة من الحكومة الأثيوبية. احنا عايزين نعرف 200 هيكون في ملء، 200 هيكون في تشغيل، 200 هيكون في ضخ للمياه. دي كلها معلومات مهمة لنا ومهمة للشعب السوداني ومهمة لحياة 20 مليون سوداني على ضفاف نهر النيل الأزرق. فخلينا نعرف ونشوف ونصور لكم الدنيا هنا عاملة. تتذكروا حصل شنو السنة اللي فاتت؟ انحسرت المويه في سد الرصيرس وقلت قدرته على توليد الكهرباء، وأزمة حادة في مياه الشرب بعد خروج 5 محطات مياه عن الخدمة. ده غير التأثير العكسي السبب فيضانات ما حصلت في السودان من 100 سنة. سد النهضة على بعد أقل من 15 كيلومتر من الحدود السودانية. مساحة المشروع بالبحيرة قدر مدينة لندن وباريس واشنطن دي سي مجتمعين مع بعض. لازم نتفق اتفاق ملزم على فترات الملء والتشغيل ومراعاة فترات الفيضان. اشتركوا في القناة وتابعونا على الفيسبوك وتعالوا معي رحلتنا في مسار نهر النيل الأزرق من الرصيرس إلى مجرد النيلين في الخرطوم. السلام عليكم. زول ده عرفته؟ نحن في الرصيرس وسط العمال وسط المهندسين وسط الفنيين، حقنا هذا بيعمل في حاجة كبيرة جدا وبيعمل في حاجة مهمة شديد جدا. قاعد نستفيد من الخزان ده بمجهوداتهم هم. يا أخي شكراً مكتر، ألف خيركم والله يجيب السلام ويجيب الأمان ويخلي أخواننا الحبج ذل يعني شوية كده نحن على بعض ونستفيد من الموية دي كلنا. هذول ما يضرر منها، هذول يا ريت الموية دي تبقى موية محبة بيننا وبين أخواننا في أثيوبيا، وانتم تقولوا علينا بقى موية تقولوا علينا بقى الشيء اللي كنا زرع فيها. شكراً لكم. تمام. يعني ده كان مفروض يحصل عشان نعمل فيديو تاني. وصلنا إلى محطتنا الثانية في مسار نهر النيل الأزرق. نحن الآن في خزان سنار وبدينا في خزان وسد الرصيرس
وكانت تجربة جميلة جدا وصورنا فيها لقطات رائعة. كلنا شفنا البحيرة اللي تمتد طولها إلى 125 كيلومتر حتى الحدود الأثيوبية. والآن جينا خزان سنار وهو تخيلوا أقدم خزان يبنى في السودان، اتبنى سنة 1925، دي قرابة 100 سنة بالضبط يا جماعة، انتم متخيلين الرقم. الغرض من الخزان كان لتنظيم المياه حتى مشروع الجزيرة وتنظيم عملية الري لمشروع الجزيرة الضخم جدا، واللي هتشوفوه لقطات منه بعد ما نصل هناك إن شاء الله. الغرض من الفيديوهات دي نحن عايزين نوريكم مسار النهر النيل الأزرق وشنو اللي بتأثر بعد الانتهاء من سد النهضة. نحن الآن وصلنا إلى مرحلة حرجة جدا في المفاوضات مع الحكومة الأثيوبية، ولو ما وصلنا لاتفاق عشان نعرف ويدونا معلومات كاملة لعملية الملء والتشغيل نحن هنتأثر بشكل كبير. نحن لما نقول نحن بنتكلم عن 20 مليون سوداني عايش على مسار نهر النيل الأزرق، هيتأثروا بشكل كبير جدا إذا لم توصل لنا المعلومات. في مشاكل هتكون بيئية، مشاكل اقتصادية، مشاكل في الزراعة، مشاكل في الري، ودي كلها الآثار اللي نحن ممكن نتأثر منها إذا لم يحصل اتفاق مع الحكومة الأثيوبية. نحن عايزين نصل لاتفاق مع الحكومة الأثيوبية وعايزين نشوف سد النهضة ده كمشروع قومي للقارة الأفريقية نستفيد منه ويستفيدوا منه الأثيوبيين، بس لازم نصل لاتفاق معاهم ونعرف المعلومات لما يكونوا عايزين يملوا السد ويشغلوه وكيف هيشغلوه عشان سدودنا دي ما تتأثر. لأن هذه المنطقة اللي بتتأثر سلباً أو إيجاباً بسد النهضة، لو حصلت أي حاجة إيجاباً في إنه بدل نزرع دورة واحدة ممكن نزرع ثلاث دورات، سلباً إنه لو مثلاً زيادة في المويه الحتة دي كلها ممكن تغرق، لو ما مسكوا المويه الحتة دي ممكن تجف كومبليتلي. فعايزين نشوف المحلات اللي ممكن تتأثر بسد النهضة دايركتلي، دي واحدة من الحتات اللي ممكن تتأثر منها، خصوصاً إنه دي أكثر حتة خصبة ممكن تزرع فيها وممكن تنتج أي محاصيل، فمفترض إنه الحتات دي يهتموا بها العالم كله ما بس السودان.